حدوتة وحكاية السجاير في مصر مستمرة بنجاح عظيم. ما زالت السجاير شحة، ما زالت السجاير غالية، رغم طبعا الكلام عن استحواذ إحدى الشركات الإماراتية على 30% من الشرقية للدخان. كل هذه الأشياء مستمرة. أحد مراسلينا نزل إلى الشوارع متخفيا وعمل التقرير ده عن رحلة المواطن المصري لشراء علبة سجاير. نشوف التقرير ونرجع تاني. السجاير ده عامل زي الطماطم، كل يوم بسعر والله 55 تجارة الشعب. لا ده لو مش شركة أكبر أرخص من كده. كرتونة عاملة 40 شركة أصلاً؟ ده 42 أو 45 أقصى حاجة. طب وده اسمه كلام يعني؟ كم؟ 80. يا نهار أبيض. المكان التاني كان 75، ومعرفش بقى السعر الجديد. أزمة كبيرة بيواجهها المدخنين سواء في توافر السجاير أو في تفاوت أسعارها بشكل كبير، وعشان كده نزلنا نسأل المدخنين بتجيب علبة سجايرك بكام النهاردة؟ ب60 وفي مرة ب65 وفي يعني على حسب. يعني الإلم عاملة 70 جنيه والمنبرو 75 جنيه. يعني اللي هو لما بتخش تطلب منه سجاير يبص لك بصة اللي هو مفيش. كيلو بطرة. تشتري العلبة بكام دلوقتي؟ يعني حدود 65. من ساعة الغلاوة والأزمة ديت اللي بنلاقيه بنشربه اختفت او شبه انها متدكنه. يعني بجيبها من مكان 70، مكان تاني 65، مكان تاني 55، فملهاش سعر ثابت. هو انا حاليا مش بلاقيها، حالا مدور في ست كشاك والله مش لاقي. الالم وصلت 70 وبعد كده نزلت 60. كل بطره ممكن تعمل 60 65. بضطر اشتريها فرد. بيبيع لك السيجاره بكام بقى؟ 3.5 ب4. دي لعبه تجار، كل واحد بيبيع بمزاجه. السجاير كيلو بطره بتجيبها بكام بقى اليومين دول؟ بجيبها ب55 ومره ب60 ومره ب50، يعني ملهاش اسعار محدده. الاسعار اللي قالتها الناس فيها مغالاه كبيره وتفاوت مش مفهوم، وعشان كده نزلت كاميرا الحكايه بشكل خفي لرصد اسعار السجاير والتقصي عن سبب تفاوت الاسعار. يا نهار ازرق، انت بتجيبها من الشركه ولا بتجيبها من واحد سوق سوق؟ هو الشركه ما بتنزلش؟ بطلت تنزل؟ لا والله العظيم، بس رجعت تنزل شويه دلوقتي. نزلت اللي انا فاهمه ان الكميات اقل بس بينزلوا. نزلت بس كل انا يعني معايا 20,000 جنيه، تيجي تنزل لي من 20,000 مش هتيجي. بينزل؟ لا والله. واحده واحده. كرتونه وكرتونه. كرتونه وكرتونه، خلطوشه وخلطوشه. ايه؟ بكام الابيض؟ 70. والال ام الابيض طيب؟ 56. طب ده سعر كويس والله يا هادي. والبوكس بكام دلوقتي؟ 50. امال ليه الناس بتبيعها ب 55؟ طالعه نازله بناء على مين؟ معلش انا اسف السؤال بس التاج. طب والشركه فين بقى من الموضوع؟ في الشركه. شكرا يا باشا. بتدي كل كل كرتوشه واحده كل اسبوع؟ ايه ده؟ والباقي انت بتجيبه من تجار؟ مربوع احمر بكام؟ 80. يا نهار ابيض، ليه يعني؟ مش عارف انا هاخد ايه؟ انا اصلا بشرب مريض اصفر. كام الابيض؟ 60 جنيه. هي اصلا ب 50 جنيه تقريبا او اقل. 43 الشركه ب 60 جنيه. تكوين بكوين ثلاث فواتي، حد واربع، ما انا ليا زياره حد واربع، بس هو مفيش انتاج، مفيش شغل عندهم. قصتي كانت امبارح. في العادي الحصه دي قد ايه؟ العادي؟ 17 ل 18,000 جنيه. طب بص بقى انا من 17,000 اداني كام؟ 7,000. اوكي. طب والشركه بتنزله لك غالي برضه؟ يعني التاجر ينزله لك غالي ماشي. مربوط على ام ده منتج طايب. منتج طايب. بيخلص على طول. اكتر حاجه فيها حرق. بيجي بيخلص حصته صغيره. بضطر اجيب سوق سوداء. بضطر من التجار. معرفش بقى السعر الجديد. انا لحد دلوقتي عمال لي قضيتين. ليه كده؟ قضيتين عشان السجاير. ايوه بس مش انت بتاخدها في الشركه بالسعر ده؟ يعمل لك قضيه ازاي يعني؟ في ناس بتاخدها في الشركه وفي ناس بتاخدها من التاجر. الناس اللي بتبيعها بسعر رخيص دي بتجيبها من شركه.
هتخلص الحصه بتاعتك، خدت علبه خدت علبتين هتخلصهم في يوم في ثلاثه، ما لهمش دعوه بيك، اهم حاجه انت كل اسبوع لك حصه. او الكليوباترا بقت بكام بقى؟ الكليوباترا 55. 55 تجاره الشعب. اه والله بتغلى وبتغلى. بتغلى بقى على حسب مين؟ هي على حسب الشركه ولا حسب دلوقتي عملوها زي السيد عمل زي الطماطم كل يوم بسعر. والله ما انا عارف، ما انت بتقولي ب 75 الميريت، انا مره جايبها ب 70 مره جايبها ب 80 وانا برضه بنبيعها ب 70 ساعات ب 75. طب اقول لك ايه، بتجيبوا السجاير منين اصلا؟ يعني مين التاجر، مين اللي بيعملوا كده؟ باب البحر. باب البحر، باب البحر اللي في رمسيس. اه رمسيس اه، هو اللي مسؤول عن مصر كلها. طب والشركه مش بتنزل لك يا عم كرتونه او كرتونه ونص؟ يا عم هو غلط. هي البوكس اصلا بقت بكام؟ ب 45 طبعا. ها 50 يعني مين اللي مغليها قوي كده يعني؟ تصدق ده؟ لا لا لا، انا ماليش ذنب، بس انا بروح اشتري من تايجر. انا جيت عمل لي محضر قلت امبارح انا واقف، دخل عليا واحد هو تبع المباحث عند السيجاره وقلت له اتفضل ايه؟ قال لي خام، قلت له 55. قال لي بطاقتك معاك، اول ما عرفت قال لي بطاقتك اتفضل. وعمل محضر العربيه بس. مش انتوا بتجيبوها من الشركه؟ لا انا مش متطور شركه. بكام؟ 80. يا نهار ابيض. شكل الحصه بتيجي والله حلقتهم. طب والال ام بكام بقى؟ الال ام الاحمر ونازله. ونازله من الشركه كام؟ الشركه اصلا بتبقى 42 او 45 اقصى حاجه. طب وده اسمه كلام يعني؟ اتفضل. يعني انا ممكن ابيعها فرض، انا فعلا ببيعها فرض. ما هو 80 دي اول مره اسمعها النهارده. انت فاكر ابيعها 70؟ اه شكل جاي حلوه دلوقتي لسه 150 زياده فرض. البياعين كلهم بيأكدوا ان حصة السجاير اللي بتنزل من الشركة قلت بشكل كبير بعد ما كان الكشك او المحل بينزله كرتونة واتنين، بقى بينزله من قروصة لسبعة بالكتير. اما باقي احتياجاته للسجاير فبينزل يشتريها سوق سودة باسعار اغلى من الرسمي، ومعظم البياعين اشاروا لشارع باب البحر في محيط رمسيس كمكان بيشتري منه البياعين باسعار اغلى من المعتاد. وعلى الرغم من التفاوت الكبير في سعر السجاير الا ان الماركت بداخل اي محطة بنزين بيبيع السجاير بسعرها الرسمي، لكن ما تقدرش تشتري اكتر من علبتين او ثلاثة لانهم بيتدققوا جدا بسبب قلة المعروض، وفي احيان كتير مش هتلاقي عندهم سجاير اصلا. بقى عندنا حقيقتين في مصر جداد قدام واضحين، انه السجاير بتباع سوق سودة، وانه السجاير بقت رجعت تتباع فرط تاني. تعرفين يمكن الجيل ده ما يعرفش الفرط، زمان كان ممكن تجيب سيجارة فرط، سيجارتين فرط، يحطهم لك كمان ممكن كان في علبة كده، لو خدت مثلا 4 5 فيحطهم لك في علبة كأنك يعني شاري العلبة كلها. واضح انه في سوق سودة، واضح مين بيبيعها. يعني شوفوا بقى قد ايه بقى واضح انه السوق السودة موجودة، وبقى ده العادي خلاص. ولو هو ده سعرها خلاص كانت الناس تدفع سعرها، انما هو سوق سودا لان ده مش السعر اللي بتنزل بيه من الشركه. لا الدوله مستفيده حاجه ولا الشركه مستفيده حاجه، تاجر سوق السودا بيكسب اكتر من الدوله واكتر من الشركه. معانا الاستاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه السجاير، اهلا بيك يا فندم. اهلا عمرو بيه، ازيك يا فندم؟ ايه الحكايه الله يسلمك، ايه الحكايه وايه الموضوع حضرتك؟ احنا تعبنا، انا عييت وقرفت يا فندم. انا قدموني لو ما تحلتش في 48 ساعة ثلاث خطوات اسأل المسؤول. حضرتك طلعت اجازة ورجعت البرلمان لسه برجعش من الاجازة ولا الحكومة حط. انا اعمل ايه؟ انا بدأت اتحارب في شغلي من اللي انا بقول كلمة الحق يا فندم. ثلاث خطوات خلال 48 ساعة اقضيلك على هذه الظاهرة. اول خطوة حاجة واحدة، البرلمان خطة الموازنة ترجع تاخد يوم أجازة من الأجازة، ترجع تعمل تشريع الضريبة، تعديل الضريبة على السجاير. تاني بند قلنا اقلبوا الهرم التوزيعي. ما ينفعش أحل مشكلة بنفس الطريقة واستنى إن هي تنجح، ده من الغباء. ثالث حاجة يا معالي النائب العام المحترم، حضرتك عملت ضبطيات مع مساعد وزير الداخليه لمباحث التموين، عندكم دلوقتي في المخزون اكتر من انتاج الشرقيه شهر. حضرتك توزعوا في محطات وطنيه زي ما التقرير قال، بيبيعوا بالسعر ولا بيخزنوا. الثلاث خطوات دول صعبين يا عمرو بيه؟ الدوله صعبين الثلاث خطوات دول؟ لا. طب بس هو واضح ان الانتاج شح، يعني واضح ان الانتاج قليل
يا عمري بيه، انا مش ترشاجي، انا راجل صانع اللي ما اللي تم ضبطه في مخازن التجار قد انتاج الشرقيه 3 شهرين. طب ما ينزلوا الانتاج ده في السوق يفك معانا زي ما انت بتقول كده، ينزلوا في المحطات بتاعه الدوله. يا فندم انا قلت المضبوطات اللي عندي معالي النائب العام المحترم يحطها يدخها بنزين ده. طب هي علبه الكيلوباترا ديت اللي هم بيبيعوها ب 50 وب 55 24 جنيه يا فندم، يا نهار اسود ومنيل، يعني الراجل بياخد التاجر ده. طب وحكايه باب البحر دي، ما انتوا عارفين كل الناس يقول لك ده جاي من باب البحر، ايه موضوع باب البحر ده؟ اديك المفاجاه، اديني المفاجاه. نقلوا نشاطهم ب 6 اكتوبر ومدينه السادات والعاشر من رمضان عشان ما حدش يروح يدور عليهم في باب البحر. انا بسال سؤال بس، أليس بكم رجل رشيد؟ 3 خطوات، أنا تعبت أنا عيان. هو ده تاجر السوق السوداء ده بياخد أكتر من الدولة وأكتر من الشركة. يا عمرو بيه حضرتك، هو الشركة ربحها كام في ال 24 جنيه علشان تتباع ب 55؟ يا فندم أنا قلت لحضرتك، حضرتك الشركة زودت الإنتاج، حضرتك مهما تزود الإنتاج هيروح للتاجر. ليه بقى؟ التاجر طالما لم يتم تعديل التشريع الضريبي يبقى اذا في ضبابيه لسه. اذا كل حصه بياخدها التاجر او المتعهد يخزنها ويجي حسب الشخص اللي رايح قدامه. طب هي الزياده الضريبيه المقترحه قد ايه؟ يعني العلبه ام 24 دي تبقى بكام؟ ب 30 مثلا؟ لا، من 3 ل 5 فن. كم؟ من 3 ل 5 جنيه بس فقط لا غير. والدولة هتاخد لو 5 جنيه. ايوه يعني هتبقى ب 30 جنيه العلبة وممكن 29 وممكن 28. طب انا عايز اسال سؤال، ما هو قبل كده كانت السجاير موجودة وده سعرها، ليه فجأة بقت بتروح لتجار سوق سودا وتجار السوق وشحة في الاكشاك؟ ايه اللي حصل؟ اقول لك اللي حصل، حضرتك اعلامي محترم والاحداث كلها مترتبة قدامك. كانت الدورارة اللي بتاعت الخطه كانت بتجيب عشان تجيب دولار عشان تنزل، النهارده لا، دلوقتي قلبت من الدوراره الى الدخان والسجاير. يا فندم انا عشان بقول كلمه حق بدات اتحارب شغلي، بس انا ما زلت هفضل اقول كلمه حق. ارجعي يا برلمان، ارجع من الاجازه يا حكومه، اصحي. اما دي الفلوس دي ضايعه على الحكومه، يعني الفلوس دي والحكومه بتاخدها للتامين الصحي، يعني الدوله كمان بتاخدها لحاجه مهمه جدا. ده التامين الصحي ده قصه ثانيه ثابت. كل انتاج علبه سجاير بيدفع له جنيه ونص على كل علبه سجاير، ولكن الضريبه اللي هي بتمثل 75% من دخل ميزانيه جمهوريه مصر العربيه، الناس فين؟ مش معقول كل ده. على العموم يا ابراهيم بيه، البرلمان راجع الاسبوع الجاي بقى، يعني تاهت ولقيناها. ايوه، يبقى طيب هي لما تزيد تبقى ب 30، ايه اللي هيمنع تجار الحيتان الهوامير بتوع السوق السوداء ان هم ما ينزلوهاش اغلى؟ يعني ب 30 هخليها لك ب 60، انا عايز الضعف وخلاص. حضرتك اذا نسيت انا قلت ايه؟ قلت قلب الهرم التوزيعي، شركه منصور منتجاتها متوفره بكل حاجه وبسعر عالي، لان سمعت كلام عبد الفقير وقلبت الهرم التوزيعي، بدات بمحطات وطنيه، بدات بالصور ماركات المحترمه. شركه منصور الدوليه منتجاتها متوفره وبالسعر هو. يبقى ما سمعش، طب انا اعمل ايه؟ انا مش جاهز. انما بتوع الشرقيه للدخان هم اللي لسه ما قلبوش. ولا ابن مورس. طب ال 30% اللي اشتريتهم دولة الإمارات دي مش هتغير شوية في الإدارة بتاعت شرقية للدخان دي وتخلي الأمور أفضل؟ حضرتك أرجوك ما تفتحنيش في شيء. أنا لو أنت عايز موضوع البيع ده خلقة كاملة أطرحه لك من الألف للياء. أنا سألت 3 أسئلة، 3 أسئلة فقط شفافية كمواطن مصري. قلت لمعالي دولة معالي رئيس الوزراء، إذا سمحت حضرتك لما عملت الاتفاقية كانت شركة جلوبال دي مقدمة عرض ولا ما كانتش مقدمة؟ تاني سؤال، هل تم حضور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في المناقشات أم لا؟ تالت سؤال، هل الاحتكار اللي كنت مديه للشرقية للدخان هتديه للشركة الجديدة؟ 3 أسئلة ما فهمتش غلط، أنا ما غلطتش بحد، بس أنا مواطن محروق لصنعتي، محروق للوضع اللي أنا فيه.
انا خلاص انا عييت انا تعبت انا خلاص. على العموم مجلس النواب كلها اسبوع ويجتمع ونشوف ايه اللي هيحصل. بشكرك شكرا جزيلا.